ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومقرا بها ومؤمنا بها وما جاء به موسى عليه السلام، فشريعة عيسى عليه السلام جاءت متممة ومكملة لشريعة موسى عليه السلام. ولأحل لكم بوحي من الله بعض ما حرم عليكم تخفيفا من الله ورحمة. فأحل عيسى عليه السلام لبني إسرائيل بعض الأطعمة كلحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور بعد أن كانت محرمة عليهم، وفي ذلك إثبات لجواز النسخ في الشرائع ورد على اليهود الذين أنكروا النسخ في الإسلام. وجئتكم بحجة ودلالة من ربكم على صدق ما أقول لكم، وهي ما تقدم من الآيات والمعجزات، فاتقوا الله يا معشر بني إسرائيل واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية وأطيعون، فإن طاعة الرسول طاعة لله. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية فاتقوا الله وأطيعون.